الله، مساء الفل اصدقاء. احمد ازيك يا يوسف بيه؟ ده ايه اليوم الجميل ده؟ جميل من قلبك دي ولا ايه يا عم دولكا؟ جميل جدا والله. ده انت عسل. ده جميل جدا عشان شفناك يعني النهارده. ميرسي يا استاذ يوسف. عفوا. بقول ما تفرجينا كده يعني ناخد فكره يعني البدل والشريطه والمناطيل والحاجات اللي عندك دي. يا سلام، فكره كده. ده انت تؤمرني، وخصوصا المناطيل. هجيب لك منطلون حلو قوي. الحمد لله يا عسل. اتفضل. ممكن تدخل تقيس عشان اشوف ايه رايك فيه؟ لا 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 لا، رايي ايه؟ رايي ايه؟ هو في راي بعد راي؟ انا هنا ومن هنا ورايح، مش عايز اسمع كلمه راي، انا عايز اسمع كلمه واحده بس. تحب تسمع ايه؟ خد والبس. لؤاد، ايه قولك في التنجيده دي؟ تجنن يا حاج. مش عارفك تجنن ايه؟ ايه 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 يا حاج؟ ايه يوسف، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت اللي هنا من امتى؟ الله، انت جاي ليه؟ ايه ده انا قلت ان انتوا جايين مع بعض، ويوسف كان بيركن تحت، فقلت اكيد ده هيبقى يوم جميل قوي ان انتوا شرفتوني سوا. الله، يعني انت عشان كده قلت انه يوم هو عشان كده؟ ايه ده؟ وايه اللي معاك ده؟ ايه ايه دي؟ ابن اهلي عشان اقيسها. لا انا هاخدها ليا دي. الله، ما انت خدت واحده. ايه؟ معلش انا عايز دي برضه. اشمعنى دي؟ اشمعنى؟ غتاتة. ركز مع البنت نادر، انت معانا الوزير اللي جابك دلوقتي عند الوقت. ما انت عندك ايه؟ ايه اللي جابك دلوقتي عند الكوار؟ اما قال لي ايه؟ ده تكتيل عليك وعلى خلفك. بقول لك ايه؟ ما تشتمش ابويا، بقول لك اهو. شوف قول لي يا بنت، فين؟ انت رايح فين دلوقتي؟ دلوقتي انا هطلع على ندى. طيب لما انت رايح لندى، ايه اللي جابك عند الوقت؟ ما انت رايح فين يا حاج؟ أنا رايح عند دلال. اتفضل يا حاج. صباح الخير يا أم دلال. صباح الخيبة والويبة. صباح الحسرة بصرة. يعني إيه الحسرة بصرة يما؟ يعني عيون أمك خربتيها وقعدتي على تلاها. أهو الراجل يا أختي صدر لك الطرشة. مين اللي حاجي لنا على الصبح ده؟ أنا عارفة. يا اختي مين؟ انا يا حاج. جبت. اهلا اهلا يا حاج. السلام عليكم يا ست ام دلال. اهلا وسهلا. يعني يرضيك يا ست اللي عملته دلال ده؟ معلش يا اخويا، البنت خدت على خاطرها، اكمنك يعني سبتها ومشيت؟ دي بتموت فيك يا حاج والله. اسمه كلام. امال هي فين؟ مش شايفها. هي في اوضتها يا اخويا. صحيح ولا نايمه؟ لا باينها صحيح. شوفها كده. انا ما احبش اخش عليها وانا شايل حاجه بايدي الشمال. اللهم اجعلنا من اهل اليمين يا رب. يا ساتر. انت عارف يا اخويا من اهل اليمين. حلو. ايه ده؟ ايه الموقف الجامد ده؟ هي ده؟ يا سلام. دلوقتي انت اللي زعلانه ولا انا اللي زعلان؟ طيب معاك عليا، ما تزعليش. بصي، كل الحاجات يا حبيبتي اللي انت طلبتيها انا جبتها لك. مبروك عليك. سلام. ايه السبب ده؟ ايه اصلا؟ رافي هدول لي، انا عندي ليكي خبر هيخليكي تطيري من الفرح طير. صحيح يا سيسو؟ ايه يا ترى؟ انا ان شاء الله هاخدك تعيشي معايا في الفيلا. بجد يا حاج؟ بجد ان شاء الله. ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك ابدا. بقول لك ايه يا حاج؟ انا سمعت كده يا اخويا ان الفيلا شرحه وبرحه وتسعمل حبايب الف. ما تخلي امي تيجي تعيش معايا. امك؟ انتي وامك في الفيلا؟ طب وليه لا؟ طب والله ممكن. يا اختي يا سيسو، يا عسل، يا سكر زياده. انت قول لي بقى، هنروح الفيلا امتى؟ بقول الله، اول ما ترجع الولايه ام كمال. انا عايزها تخش على البيت تلاقيك انت وامك في وشها على طول كده، لطعه قدامها كده. لطعه؟ طب ليه يا حاج؟ اصل الولايه دي مش نازله لي منظور، انا مش طايقها. فانا عايزها تشوفك انت وامك
وفي الفيلا يحصل لها غمه ان شاء الله. عايزكم تلعبوها على الشناكل. نلعبها؟ ده انا هلعبها لك هي واللي يتشدد لها كمان. دي بقى القمر سمر، دي حبيبة قلب ابوها. يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي، الحاج قال لي انك حلوة بس ما قاليش انك امورة قوي كده. عارفة لو في حد مفروض اغير منه يبقى غير منك انت، من كتر ما الحاج بيحب. بس انا مش هغير منك، انا هحبك زيه بالظبط. وانا طبعا مش هقدم لك ابو طويلة الاستاذ يوسف. طبعا ده اخويا، ربنا يا رب يوفقه ونفرح بيه. قال لي ناوي تعملها امتى يا يوسف؟ لا انا لسه ما نويتش. انا قريب ان شاء الله. وده المثقف الاستاذ ايهاب. اهلا وسهلا يا استاذ ايهاب. الحاج بيقول انك مغلبه بس بيحبك. يعمل ايه؟ بقول لك ايه، وانا جايه انا والحاج قعدت ازن عليه عشان يرجعوك الجورنال، وفعلا كلمهم ورجعوك. الف مبروك. ما تيجي حاجه فردوس واقفه بعيد ليه؟ لا ابدا، مبروك يا عروسه. الحاجة فردوس بركة الفيلا وبركة الحاج وبركة البيت كله، ربنا ما يحرمنا منك يا رب. ولا منك يا حبيبتي، خدي بالك من الحاج. اخد بالي منه بس، دفعني من جوه. طب بالاذن بقى، تعالي يا عروسه افرجك على اوضتك. الف مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. وحيد سيد الدقاق، مرمطون البيت وخدام الكل. اتفضل يا ست. انا ابن سيد الدقاق. اتفضلي يا ست البنات. ادخل برجلي اليمين يا حاج. يا بنتي خش باي رجل، ان شاء الله برجلك الثالثه. خش خش. ده ايه ده؟ بس بسم الله ما شاء الله. انا ما كانش في دماغي انك تبقي جامده قوي كده وتطلعي بنت جنيه بصحيح. عجبتك يا حاج؟ ايه اللي عجبتيني؟ ده انا قلت عطلوسي مش هتحفظي الكلمتين اللي انا قلتهم لك. ده انت حفظتيهم ووضبتيهم وخيشتي عليهم يا عروسه. اي خدمه. من سواقيني يا ماما، اوامي يا ماما، دارسي هيا خدني بالسلامه يا ماما. ده انا ربنا كرمني في حياتي معاكي يا ست البنات. يخليك ليا يا حاج. بقول لك ايه، هي المخفيه ام كمال وابنها فين؟ ما هي دي تلاقيها اتدارت في الاوضه هي وابنها. ده انا يا حاج همسح لك بيها البلاط، بس تستنى عليا. لا بالراحه بالراحه شويه، استني لما امك تيجي عشان تبقوا زي رايه وسكينه وتمسحوا البلاط بكل اللي حوالينا. تأمرني يا سيدي وتاج راسي. بقول لك ايه يا حاج، بلاش حكايه سيدي وتاج راسي دي، ده انت دلوقتي مرات الحاج سيد دقاق. أمورين يا ست البنات. في واحدة كده قريبتي غلبانة كانت بتشتغل سكرتيرة ومش مرتاحة في شغلها، ينفع أجيبها شغلها مكاني عندك؟ يا سلام، ده أنتي أحلامك أوامر يا ست البنات. ما تسمعيني زوقيني يا ماما بقى. حبيبي يا حاج عيني، ما تسوقيني يا ماما.